انت قلت لي بيتر جنبك، لان احنا فعلا بنحاول نكلمه بس كان تليفونه مقفول. يس ما جنبك؟ لا هو جنبي. هيكلمك هيكلمك يا والله. بيتر بقى انت فين؟ معلش يا نديم، يعني احنا مخرج الفيلم الصانع. استاذ يوسف ازي حضرتك؟ ازيك؟ ما فيش استاذ ولا حاجه. ازيك يا بيتر، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. لا طبعا استاذ يوسف يعني لا لا قامه خالص، كبيره. العفو 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 اولا خالص. انا حابب يعني استغل الفرصه دي واشكر حضرتك واشكر اسره العفو، ده البرنامج واجبنا. واشكر التلفزيون المصري على الفرصه دي وعلى الدعم، لان ده في حد ذاته دعم قوي لينا ومش لينا بس، لاي حد برضو حابب يعني ياخد نفس الفكره الخط اللي انا بعتبرها جريئه شويه او تجربه جديده ان احنا نعمل يعني حاجه زي كده، فيلم روائي طويل يتعرض في سينما يبقى ناطق بالعربيه في مجتمع امريكي. فانا بعتبرها يعني فرصه جريئه وانا بشكر حضرتك جدا على احنا اللي بنشكركم الدعم. على الفكرة في حد ذاتها يا بيتر، يعني ما تقولش كده خالص. بما انك المخرج والمخرج دائما هو صانع الفيلم، انت خطتك ايه للمشاركة في المهرجانات يا بيتر؟ هو احنا ان شاء الله هيبقى عندنا اول مشاركة في مهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون. المهرجان ده برضو فكرة جديدة واول دورة ليها بتتعمل السنة دي في نيويورك. بيضم افلام كتيرة قوي من على ما اعتقد 14 دولة في العالم مش من امريكا بس. فدي كانت برضو فكرة حلوة وبداية حلوة تشجع الـ 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 الناس اللي هم صناع الافلام، وده مش الافلام بس، كمان هم عاملين مسابقه للمواهب والافلام الدوكيومنتري والافلام القصيره والافلام الطويله. فدي كانت اول بدايه لينا. الخطه بعد كده ان احنا يعني ان شاء الله هنشارك بالفيلم في مهرجانات ثانيه، وبنحاول ان احنا نوصله للبلاتفورمز الموجوده هنا زي امازون برايم نتفليكس. لسه يعني دي موجوده في الخطه بس لسه بنحاول نشوف الاجراءات المطلوبه عشان نعمل حاجه زي كده، عشان حتى برضو الفيلم يبقى متشاف مش بس في السينما هنا في امريكا او لوكالي في اورنج كاونتي، لا يبقى متشاف في كل حته في العالم. بداتوا يعني تخاطبوا المهرجانات المصري ولا لسه؟ لسه ما ابتديناش، يمكن احنا بناخد الموضوع مرحله مرحله. احنا دلوقتي في مرحله العرض هنا في امريكا او تحديدا في اورنج كاونتي في كاليفورنيا. بعد كده نبتدي بقى نخاطب المهرجانات، وانا افتكر ان كل مهرجانات بتتعمل في مصر بيبقى ليها مواعيد معينه للتقديم. طبعا يعني حتى لو الفيلم موجود لو ما كانش في الميعاد ما افتكرش ان هيبقى فيه اي يعني تحضير للموضوع ده غير في الميعاد المعين. لا بس يعني انا حتى لو مش هنخش في المسابقه الرسمي، نشوف اذا كنا هنخش على هامش المهرجان، مهم قوي 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 ان الفيلم بتاعكم يبقى موجود هنا في مصر والناس تشوفه. مهم قوي، مهم قوي انكم تتواصلوا كمان مع البلاتفورمز المصري يا بيتر، يعني دي نصيحه مخلصه صدقني. طبعا طبعا احنا شرفنا، احنا نتمنى يعني الموضوع في خطتنا، واحنا هنحاول على قد ما نقدر نتواصل مع المهرجانات المصريه. وطبعا وجودنا مع حضرتك النهارده دي في حد ذاتها فرصه كويسه ان هي تساعدنا ان احنا نوصل للبلاتفورمز المصريه اكتر. واحنا كمان يعني ان شاء الله في الخطه هنهدي نسخه للتلفزيون المصري برضو علشان حضراتكم يعني اولا تتفرجوا عليه، ثانيا نتشرف طبعا ان يتعرض عندكم. يعني والله هديتك مقبوله جدا يا بيتر، ده احنا سعد. بيتر انا بشكرك جدا، واتمنى فعلا انكم تشاركوا في المهرجانات عندنا هنا في مصر، سواء اذا كان مهرجان القاهره السينمائي الدولي او مهرجان الجونه، ونشوفكم قريب في جمهوريه مصر العربيه وطنكم الام. التجربه حلوه، الافكار جميله، الحلم قد يبدو كبير انه بنعمل زي ما قال بيتر تاكلا او قال ماجد، انه ماجد ميلاد او قالوا انه احنا بنعمل اعلام مصري في الولايات المتحدة الأمريكية. دي حاجة مهمة أوي أوي أوي.